نغمة تنساب في الوجدان فتهزه شوقا إلى الألحان. يا روضة من زنبق أو نرجس سكبت عليها روعة الألوان. أختاه يا رمز الطهارة حلقي في جمالك المتللي الفتان. ما أجمل الدنيا وقد زينتها بحجابك الوضاي بالإيمان. بحجابك الوضاي بالإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله، أخواتي وحبيباتي في الله، حياكم الله معنا في حلقة يعني أخرى من حلقات هذا البرنامج. حلقة الحقيقة أنا أعتبرها اليوم استثنائية بشكل خاص، راح نتكلم فيها عن حور ونور. ليش حور ونور؟ حور، هل تساءلتي في يوم من الأيام إذا كنتي راح تقدرين تصيرين مثل حور الجنة؟ كل فتاة الآن منكم تفكر في موضوع حور الجنة. ليش الله سبحانه وتعالى خصهم في هذا الجمال؟ ليش الله سبحانه وتعالى خصهم في هذا الكمال؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلاهم أهما عامل الجذب للجنس الآخر، الجنس الذكري، ومن خلالهم رغب فيهم رجال المسلمين في العمل الصالح ودخول الجنة؟ حور الجنة موجودين، لكن أنت أيضا ما تقلين شأنا أبدا عنهم، لأنش أنت حور الله في الأرض. تسأليني شلون؟ أقول لك بأن كل المقومات اللي موجودة عندك تخليك أنت أعلى شأنا وأكثر جمالا وأكثر وقارا وأكثر كمالا من حور الجنة، لأنش أنت بإذن الله عندما يعني تكونين من أهل الجنة، الله يجعلنا جميعا إن شاء الله منهم، راح تكونين أنتي سيدة على حور الجنة كلهم. إنش تكونين أنتي حور الله في الأرض أو إحدى حوريات الله في الأرض، لابد أن يقترن معك شيء آخر، المحور الآخر اللي هو نور. حور ونور، نور هني المعني فيه هو نور الصلاح ونور الهداية ونور الدين ونور العلم والعمل الصالح. موضوع انش تكونين انتي يعني جاذبة لهذين الشيئين، انش انتي تكونين حور وتكونين نور، يتطلب منك اجتهاد كثير جدا. تقدرين انتي في حياتك تمارسين بعض النشاطات اللي ممكن من خلالها انك انت تكسبين كل مقومات النور وبالتالي تصبحين حور. من هذه الانشطه اللي انت ممكن يعني تزاولينها الى جانب موضوع اتقانك للعبادات الفروض الواجبه منك، هي نشاطات ثانيه انك تكونين انت مسخره شيء جزء كبير من حياتك، شيء كبير جدا من حياتك ومن اجتهادك العقلي ومن اجتهادك البدني في سبيل انك انت تخدمين مصلحة الدين. هل فكرتي في يوم من الايام انك انت تدعين زميلة لك او صديقة لك الى انها تكون اكثر اتقان واكثر اخلاص في عملها وفي عطائها، حتى في موضوع دراستها، حتى في موضوع اجتهادها، حتى في موضوع شلون هي تتواصل مع أقرانها مع أصدقائها؟ موضوع إنش أنت تكونين عامل رشد وعامل هداية، تعطين هالمهارات شلون تقدر تصير هي إنسانة إيجابية وفعالة بشكل أكثر. سخري أختي الكريمة جزء من حياتك بأنك أنت تمشين على طريق الإرشاد وتمسكين أو تسلكين مسلك الإرشاد. الإرشاد يعني جزء رائع جدا من حياة الشخص. تدرين انك انت اذا مسكتي هذا الطريق ووضحتي بعين الاعتبار اني انا الان ابي
أتعلم أكثر وأبي أثقف أكثر أكثر، وبخاطري أني أنا أصير مرشدة للبنات اللي حوالي. على سبيل المثال تقدرين تنصحينهم بأهمية الحجاب بالنسبة لحياة الفتاة، وتنصحينها بأن الحجاب ما هو يعني موضوع كيف وشأن واقتناع، بل هو فريضة. على سبيل المثال تقدرين أنت ترشدينها وتعلمينها شلون هي تقدر تقرأ القرآن على سبيل المثال بتدبر أكثر، بوعي أكثر، وتبينينها الفرق بين أنك أنت تكونين مجرد قارئة لآيات الذكر الحكيم بشكل عادي، أو أنك أنت تدبرين هذه الآيات وتعيشينها وتعيشين معانيها وتخلينها هي نور ومنهج لك في الحياة. ممكن أنت أيضا تستغلين وقت تجمعاتك في الزوارة، تقدرين تنصحين البنات اللي موجودين معك بضرورة أن إحنا يليت نكون مخلصين أكثر في موضوع تواصل الأرحام. إحنا الآن قاعدين بجو أسري وبزوارة وكذا، بدل ما إحنا كل واحدة منا اللي ماسكة آيبادها واللي ماسكة موبايلها ولاهين عن كبار السن اللي موجودين معانا شلون إحنا ممكن نوجبهم أكثر، نحترمهم أكثر، شوية نترك هذه الأجهزة على جنب ونخلق حوار مع كبار السن اللي موجودين. تدرين أختي الكريمة بأن أكبر متعة لكبير السن أنه هو يتكلم وأنه هو يعطي من تجاربه ومن حياته. سبحان الله الإنسان إذا وصل إلى مرحلة 60 سنة تكون متعته في أنه هو ينقل كل تجاربه الحياتية حق الآخرين. تقدرين أنت تقعدين مع كبير السن، كبيرة السن، العمة، الخالة، اليدة اللي موجودين عندك بهذه الزوارة، وتسألينهم عن أي شيء أنت محتارة فيه بأمور دينك، بأمور الواجبات الاجتماعية، شنو اللي يجوز اجتماعيا أو ما يجوز، مثلا ليش هذا الشيء كان عيب أول، وليش هذا الشيء كان ما يجوز أول إن احنا نسويه، وشون تطورت الأمور بهذا الشكل. تقدرين أنت تستفيدين من التجارب. في أحد الحلقات أنا ذكرت لك بأن يعني من باب الحكمة بأنك أنت تستفيدين من تجارب الآخرين، ومو بالضرورة أنك أنت تعيشين التجربة وتألمك بشكل قاسي علشان تتعلمين منها. ما في أجمل من أنك أنت تستغلين وقت هذا التجمع الأسري الأسبوعي. أنت سبحان الله كحور موجودة على الأرض، وكساج رب العالمين بنور العلم ونور الإيمان ونور الهداية، بمجرد أن يقترن عندك هذا الشيء مع كمالك ومع وقارك ومع جمالك، إذا أنت تعتبرين نفسك قطعتي شوط طويل جدا علشان تكونين إنسانة صالحة لمجتمعك. الدين الإسلامي عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بالبداية خلقه بالجنة، آدم عليه السلام اشتكى من الوحدة، فالله سبحانه وتعالى عندما خلق له حواء، عندما خلقك أنت كأنثى، خلقك حتى يعني يأنس بك آدم. أنت الآن كفتاة في هذا العمر أتمنى بأنك تكونين اكتسبتي مهارات حياتية كثيرة، مهارات سلوكية، أتقنتي محاور دينك وأساسيات كمال الدين عندك بشكل كبير جدا، لأن أنت على أكتافك راح يقوم شأن بلد كامل وأمة كاملة. من قال أنك أنت نصف المجتمع؟ حقيقة أنت مو نصف المجتمع، أنت كل المجتمع، كل المجتمع، بأنك أنت راح تقومين على شأن تربية أجيال كاملة. هذه الأجيال إذا أنت أصلحتي تربيتها بشكل جميل، ومن الآن بديتي تكتسبين مهارات شلون أنت تكونين إنسانة صالحة، إذا أنت بنيتي مجتمع صالح، أمة كاملة صالحة تؤدي رسالتها بأفضل شكل وبأفضل طريقة ممكنة. ختاماً أدعو لك وأدعو لنفسي وأدعو لجميع السادة المشاهدين بأن يثبت الله قلوبنا على الإيمان وعلى طاعته، وأن ينير دروبنا إلى كل ما يحبه ويرضاه.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نغمة تنساب في الوجدان فتهزه شوقا إلى الألحان، يا روضة من زنبق أو نرجس سكبت عليها روعة الألوان، أختاه يا رمز الطهارة حلقي في جمالك المتلالي الفتان. ما أجمل الدنيا وقد زينتها بحجابك الوضائي بالإيمان، بحجابك الوضائي.